خالص. عاوز ابدا مع حضرتك دكتوره رشا واعرف منك ايه هي التحديات اللي بتواجه التعليم قبل الجامعي. بدايه صباح الخير عليك يا احمد، وصباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا الاعزاء. في الحقيقه امبارح كانت جلسه طويله جدا من الساعه 11 لتقريبا 8:30 او 9 بالليل بتناقش ملف التعليم قبل الجامعي. خلينا كده نبص يعني نقول كده نلقي نظره سريعا على الحوار صحيح. الوطني بالنسبه للناس هو ايه؟ الحوار الوطني هو في الوقت ده تحديدا هو بارقه امل. الجميع يعول على الحوار الوطني مش بس في قضيه التعليم حقيقي، ولكن في العديد من القضايا وعلى رأسها التعليم. ليه بقى التعليم وتحديدا التعليم قبل الجامعي؟ التعليم قضية كل بيت في مصر صحيح. كلنا مهمومين بالتعليم، وده لو بنتكلم على مستوى الأفراد، أنا وحضرتك 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 كل الناس، كل اللي موجودين مفيش بيت يخلو من معلم، من طلبة موجودين في كل المراحل التعليمية. طيب بالنسبة بقى لو بنتكلم على مستوى الدولة فهي قضية لا يختلف عليها اثنان، يعني مفتاح حل أو مفتاح السحري لحل كل القضايا الأخرى سواء سياسية اقتصادية وحتى كمان القضايا الاجتماعية. طيب في مجموعة كده من الركائز والأساسيات لازم نأكد عليها وإحنا بنناقش ملف التعليم قبل الجامعي تحديدا. إحنا لما بنتكلم عن التعليم فإحنا بنتكلم عن حق كفله الدستور المصري وليس مجرد خدمة بتؤديها الدولة أو تقدمها لمواطنيها. دي أول نقطة. النقطة الثانية إن التعليم مش مسؤولية بس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صحيح. لا، دي مسؤولية مجتمعية بتقع على عاتق الجميع. خلينا فاكرين كويس جدا الجزئية دي عشان هنجلها كمان شوية. طيب بعد كده بنتكلم برضو احنا بننتقد، بنتكلم بنقول ان في قصور شديد في التعليم، ولكن لا ننكر ابدا ان الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود في ملف تطوير التعليم وخاصة منظومة التعليم قبل الجامعي. طيب هنروح بقى للتحديات، ايه المشاكل اللي عندنا؟ محتاجين قبل ما نقول المشاكل نلقي نظرة كده على المشهد التعليمي الموجود عندنا في مصر. هنلاقي ايه هي محاور العمليات التعليمية؟ هنلاقي ان احنا عندنا معلم، عندنا طالب، عندنا منهج، عندنا بيئة مدرسية، عندنا مجتمع، وده يعني محور مهم جدا في محاور عملية تعليمية لا يمكن إغفاله. عندنا مسؤولية مجتمعية في النهاية. بالضبط. عندنا كمان محور التمويل ومحور الإدارة. لو بصينا بقى على المحاور دي كلها كده هنلاقي إن كل محور من دول فيه مشكلة. نتكلم عن المعلم، فاحنا عندنا عجز شديد جدا في اعداد المعلمين صحيح. عندنا تدني لاوضاعهم الماديه والادبيه في المجتمع. نروح للطالب، هنلاقي ان الطالب فقد شغفه تجاه العمليه التعليميه. بالظبط، يعني عندنا دلوقتي طلاب مش مقبلين على العمليه التعليميه. عندنا يعني الهدف من التعليم نفسه يختلف من الطالب للدوله. الطالب هدفه ان هو يروح عشان ينجح عشان يدخل كليه زي ما بنتكلم كليه قمه، لكن الدوله ليها هدف تاني خالص، الارتقاء بشكل عام بالعمليه التعليميه. طيب نروح للمجتمع، هنلاقي ان المجتمع فيه ضعف ثقه شديده في المدرسه، وده ترتب عليه ظاهره استفحال ظاهره الدروس الخصوصيه. نروح مثلا لمحور الاداره، عندنا قصور في منظومه الاداره. عندنا نروح لمحور التمويل، عندنا مشكله في تمويل العمليه التعليميه، وده اللي طرحنا عليه توصيات بعد كده ازاي نعالج فكره نقص التمويل الموجه للتعليم.